شئتم أن ترفعوا يوم القيامة وتعظموا وتكرموا وترحموا فلهدي أحمد فالزموا وإذا سمعتم ذكره فصلوا عليه وسلموا يا خير من دفن بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكب نفس الفداء لبيت أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم سيدي وأحسن منك لن ترى قط عيني وأجمل منك لن تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء مرة أخرى من هذا المكان المقام للمغفول لها بإذن الله تعالى القرآن الكريم وقارون قارئ جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ حسان الشاذلي فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم
وما نرى لقد تقطع بينهم وضل عنكم يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من ذلكم الله فأنى تؤفكون بسم الله بسم الله الرحمن
ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم وما نرى لقد تقطع بينكم لقد تقطع بينكم ما كنتم تزعمون وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم ذلكم الله ذلكم الله إن فالق
حي من الميت والميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا الشمس والقمر حسبانا ذلكم الله فأنى تؤفكون ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير قد فصلنا الآيات قد فصلنا الآيات قد فصلنا من نفس واحدة
وهو الذي قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي فأخرجنا نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا به نبات كل نخرج منه حبا متراكبا وهو فأخرجنا من نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا به نبات كل شيء
نخرج من جحبا متراكبا. ومن النمل من طلعها قنوان دانية وجنة جنات من أعناب وجنات من أعناب وزيتون والرمان مشتبها ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنة جنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه أثمر ويا
ولم تكن له صاحب ولم تكن له صاحب وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وخلق كل شيء وهو بكل ذلكم الله ربكم لا ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار
وهو اللطيف الخبير. قد جاء فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليا. قد جاء الله لنوره من يشاء. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا خاشعين منصتين مع التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ حسان الشاذلي حسان قارئ القرآن الكريم والمقيم بسراوه تطلب الإذاعة الصوتية والهندسة الكهربائية الكاشفة والفراشة بمخازن الحج فتحي أبو ليلى وأولاده بسراوه وللسادة المعزين قبول العزاء وشكر الله سعيكم.